السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضي مع قصص الأنبياء وصحبتهم هذه الدقائق عسى أن يتقبل الله تعالى منا ومنكم أجمعين وفي هذه الليالي المباركة والأيام المباركة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن التأسي بأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأخلاق سائر الأنبياء ولنا فيهم القدوة الحسنة فما كنا لنحكي هذه القصص من أجل مجرد التسلية والحكايات إنما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فاللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين في الحلقة السابقة رأينا أن أول المخلوقات التي خلقها الله تعالى كانت العرش ثم بعد ذلك الكرسي ثم خلق الله تعالى القلم وأمره الله تعالى أن يجري بالمقادير فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة كل شيء كتبه الله تعالى إلى أن تقوم الساعة إلى يوم القيامة معنى ذلك أن الأمور انتهت يعني الله تعالى فرض علينا أشياء فإحنا مش عارفين هنتعذب ولا هندخل الجنة طب هو ربنا بيعذبنا ليه طالما كتب علينا لا إنما المسألة أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك من باب العلم وإثبات علمه سبحانه وتعالى الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ وهو جسم نوراني والقلم جسم نوراني والله سبحانه وتعالى جعل ذلك كتب كل شيء في اللوح المحفوظ إنما الإنسان لا يعرف ما الذي كتبه الله تعالى. الإنسان مخير ولا مسير دي قضية شغلت الناس كثيرا. فنقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مسيرا في أشياء ومخيرا في أشياء. أنت مسير في إيه؟ انت لا تملك معاد الميلاد ولا معاد الوفاه، ما أنتش عارف هتتولد امتى وانت جنين في بطن الام ولا تعرف عارف هتيجي للكون امتى ولا هتروح منه امتى، خلاص ده امر انت مسير فيه. الانسان مسير في ابتلاءات يحدثها الله سبحانه وتعالى له في امراض الى غير ذلك. الاجهزه الداخليه للانسان دي مسيره بقدره الله سبحانه وتعالى وده من نعمه ربنا. الإنسان بينام وبيتنفس ويقوم ويتنفس ويروح ويجري ويتنفس، الله إيه اللي بيحصل ده؟ ده جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء بقدرته عز وجل، فهو مسير فيها الأجهزة الداخلية بتهضم، الكبد بيشتغل، القلب بيشتغل، البنكرياس بيشتغل، المخ بيشتغل، الأعصاب بتشتغل، كل هذه الـ 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 الأجهزة تعمل في داخل جسم الإنسان مسيرة لأمر الله سبحانه وتعالى فيها. إن كانت بالقوة أو إن كانت بالضعف إذا ابتليت بالأمراض طيب الإنسان مخير في إيه؟ مخير في الطاعة والمعصية سمعت الأذان وحضرتك قاعد فقررت أنك أنت تقوم تصلي حد منعك حد مسكك وكتفك وأعادك وقال لك مش هتقوم أنت مخير تقوم وتصلي طيب سمعت المعصية نداء المعصية فرحت واستجبت وفعلت المعصية الله إيه اللي حصل ده؟ الإنسان مخير بين أن يطيع وبين أن يعصي رمضان انت سمعت انه في شهر رمضان دخل فقلت خلاص انا هصوم وهلتزم لله عز وجل فالحمد لله ربنا اعانك على الصيام ويتقبل عسى ان يتقبل الله منا جميعا. طيب واحد تاني افطر ودخل كده واكل واسر قدام الناس بيظهر شيء وبيبطن شيء اخر دي مساله اخرى يبقى انت تملك انك انت تصوم أو تفطر، تملك أنك أنت تصلي أو لا تصلي، تملك أنك أنت تقرأ القرآن أو تترك المصحف إلى غير ذلك، يبقى أنت مخير في مسألة الطاعة، على هذا الاختيار الله تعالى يعاملك إما إلى الجنة وإما والعياذ بالله إلى النار، فنسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. طيب، خلق السماوات والأرض بعد خلق القلم واللوح المحفوظ وكتابة ما سيكون إلى يوم القيامة، خلق الله تعالى السماوات والأرض. خلق السماوات والأرض لازم نقف عنده مجموعة من الوقفات لأنه في دروس مهمة. الخلق ده كان في قد إيه؟ الإستغراق الزمني. قال لي في ستة أيام، الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. طب في ستة أيام ليه؟ ده ربنا بيقول إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد إنه يخلق السماوات والأرض وما بينهما وكل شيء كان ربنا سبحانه وتعالى قال كون خلاص انتهى الامر كن فيكون هذا الشيء ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام قال لي اولا لان الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلمنا نحن نبدا ناخد بقى الدرس اللي هنتعلمه ايه هو الدرس ده ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك مرحله البناء تحتاج الى فتره البناء لا ياتي في لحظه انما تعلم يا انسان ان ربنا سبحانه وتعالى عنده القدره على انه يخلق السماوات والارض في لحظه في اقل من لحظه، لكن ربنا بيقول لك الدرس اللي هتتعلمه الاول ان الكون بني لانه مساله مرحله بناء. نفس الامر وانت بتبني نفسك انت ما بتبنيش نفسك في لحظه. ما فيش زرار بتضغط عليه يبني الانسان نفسه انما تراكم الخبرات. تقعد تعمل خطة وتقول والله أنا هبدأ الأول بالدراسة الفلانية وبعدين أقرأ الكتاب الفلاني وبعدين أدرس العلم الفلاني وبعدين أخذ الكورس الفلاني الله ده إيه ده دي مرحلة بناء تأخذ وقتها حتى يكتمل بناء الإنسان الدول نفس الأمر تأخذ مرحلة حتى يمكن لهذا البناء أن يظهر يبقى تأخذ فترة كل ده أخذنا من إيه في ستة أيام الله سبحانه وتعالى اراد ان يعلمنا هذا انه الزمن نفسه له عامل في نفس الانسان حتى لما نيجي ناخد طالب علم عايزين نعلمه ما نقول له بص بقى احنا ممكن ندي لك العلوم دي نديها لك في ليل ونهار ونقعد نكثف الوقت في ظرف اسبوع تبقى عالم اليوم الاولاني ندرس لك مصطلح الحديث واليوم الثاني ندرس لك علوم التفسير واليوم الثالث هندرس لك علوم الفقه واليوم الرابع اصول الفقه الله في ظرف اسبوع نديك شويه اجازات بقيت انت عالم، لا انما الوقت الوقت الزمان له عامل في ذلك، يبقى الله تعالى خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. النقطه الثانيه السته ايام دول بايام الدنيا ولا باليوم اللي هو عند الله سبحانه وتعالى؟ هو ايام الدنيا بقد ايه واليوم اللي عند ربنا بقد ايه؟ ايام الدنيا 24 ساعه، اليوم في الدنيا ب 24 ساعه. اللي هو اللي احنا عايشينه طيب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يبقى اليوم بأيام الدنيا ولا بألف سنة خلاف بين العلماء لكن على القول الذي رجحه فريق بأنها من أيام الدنيا ستة أيام من أيام الدنيا الله سبحانه وتعالى جعل ذلك طيب بدأت بدأ الكلام ده بإيه قال لي خلاف بين الناس الخلاف ده انقسم إلى ثلاث أقوال أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق في يوم الأحد أو أن الله تعالى بدأ الخلق في يوم الاثنين أو أن الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق في يوم الخميس. إيه سبب الخلاف؟ اختلاف الديانات الثلاث وكذلك أيضا اختلف البعض، بعض الفقهاء تبعوا رأيا كهذا والبعض الآخر تبع رأي كهذا إلى غير ذلك ومن أخذ عن الـ الـ اليهود الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخذ عن كعب الأحبار مال إلى رأي إلى غير ذلك طيب المسألة أنهم اختلفوا ايه اللي ترتب على هذا الخلاف هذا ما نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا السلام عليكم ورحمه الله، عدنا بعد الفاصل وكنا نتحدث عن خلق الله تعالى السماوات والارض في سته ايام، ومتى بدا الله سبحانه وتعالى ايه اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى بدا فيه واليوم اللي انهى فيه، وما الذي ترتب على ذلك؟ اليهود قالوا ان الله سبحانه وتعالى بدا في يوم الاحد، واستراح بعد ذلك في يوم السبت، يعني بدا يوم الاحد سته ايام، وبعد كده كانت الراحه في يوم السبت فاتخذوا ذلك عيدا له. النصارى قالوا ان الله سبحانه وتعالى بدأ يوم الاثنين وبالتالي كان العيد في الختام اللي هو يوم الاحد، قال الله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، اللغوب يعني التعب، يعني الله تعالى قال: وما مسنا من لغوب يعني وما مسنا من تعب حتى نرتاح، الله أمال المسألة إيه؟ عندنا حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وراوي هذا الحديث سيدنا ابو هريره بيقول خلق الله تعالى التربه يوم السبت فجعل كثير او جعل اكثر العلماء على انه بدأ الله تعالى الخلق يوم السبت وممن رجح ذلك الشافعيه وغيرهم من الفقهاء قالوا بدأ الله تعالى الخلق يوم السبت وانهى يوم الخميس وبعد كده جعل يوم الجمعه سمي يوم الجمعه لان الله تعالى جمع فيه الخلق، خلاص اكتمل مسأله الخلق. هكذا خلق الله سبحانه وتعالى لكن ما قالوش أنه زي ما اليهود قالوا أن المسألة فيها تعب إنما جعل الله تعالى هذا يوم عيد لأن الله سبحانه وتعالى أتم قبله هذا الخلق طيب ده بالنسبة لمسألة الأيام السؤال الله هو كان في في وقت خلق السماوات والأرض سبت وحد واثنين الأيام بتاعتنا دي الله عز وجل يقول إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله 12 شهر السنه مقسمه ل 12 شهر معنى 12 شهر يبقى الشهر مقسم لايام والايام دي اسمها كذا وكذا وكذا الى غير ذلك. طيب امتى ربنا سبحانه وتعالى عمل السنه 12 شهر والتقسيم ده؟ اليوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم. يبقى يوم ما ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض خلق الله تعالى الزمان يبقى خلق المكان وخلق الله تعالى الزمان وجعل ذلك بتقديره سبحانه وتعالى. طيب يبقى معنى ذلك ان الزمان خلق مع المكان وان الله سبحانه وتعالى جعل السنه مقسمه ل 12 شهر وانه جعل هذه الاشهر اللي هي الاشهر الهجريه بتاعتنا جعل منها اربعه حرم ليه؟ ليه ربنا جعل منها الاربعه الحرم؟ لان الله تعالى اراد ان يؤمن الارض. اراد انه يجعل شهر ذي القعده وذي الحجه والمحرم الثلاث اشهر اللي ورا بعض المتواليات دول يجعلهم الاشهر الحرم ويجعل شهر رجب اللي هو رجب الاصم اللي بعد كده منفرد ليه؟ شهر ذي القعده الشهر اللي الحجاج بيذهبوا فيه، شهر ذي الحجه فتره اقامه شعائر الحج، فتره المحرم الشهر اللي الناس بترجع فيه لبيوتها بعد هذه الفتره يبقى ادي ثلاث شهور فيها فتره سلام وامان في الزمان والمكان وكمان عندنا شهر رجب اللي هو شهر من الاشهر الحرم حتى يقطع الحرب لو كانت الحرب مستمره يبقى معنى ذلك انه في فتره هدنه اجباريه على الناس لازم تاخدها وده السيستم او النظام اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله يوم خلق السماوات والارض. كأن ربنا بيقول لنا بد وان تشيعوا جو السلام، يبقى البناء يحتاج الى فتره، الزمن عامل مهم واساسي في مساله البناء، ولازم تصبر ولازم تتأنى، ولازم تاخد وقتك وانت بتبني عشان تبني صح، عشان تأسس مظبوط، والا فإذا تعجل الانسان فإن البنيان ينهدم، الله سبحانه وتعالى علمنا هذا الدرس، وعلمنا خلق الزمان وتامين الارض. كأن الله سبحانه وتعالى يضع لها قواعد الأمان وهو يخلقها سبحانه وتعالى ده خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض يجي فيه آية غاية في الأهمية وهي قوله تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض الناس الملحدة والناس اللي قاعدين يعرضوا الأديان ويقولوا لا 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 احنا مش معترفين بالدين ولا ازاي خلق ولا الكلام ده كله إنما احنا بنتكلم عن انه كيف وجد هذا الكون وانه وجد صدفة ولا وجد ازاي كل النظريات اللي قعدوا يقولوها ربنا بيرد عليهم بيقولهم ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا كأنه يقول هؤلاء مضلون فلا تستعينوا بهم يبقى مطلوب مننا إن احنا نركز في الآية دي ونفهم معناها فنزداد إيمانا بأن ما أخبرنا الله تعالى به هو الحق وهو الصدق وهذا هو الذي جاء عن رب العزة طب يا رب كيف خلقت السماوات والأرض بدأت بإيه بدأت بالسماوات ولا بدأت بالأراضين قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تكلم عن خلق الإيه الأرض كويس ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم استوى ثم استوى دي ثم دي تفيد الترتيب وتفيد أن في وقت في تراخي يعني في وقت ما بين خلق الارض وبعدين خلق السماء. ليه ربنا سبحانه وتعالى بدا بالارض الاول؟ قال لانه البناء يبدا من اسفل، الهدم يبدا من اعلى، لكن البناء يبدا من تحت يبدا الاول تحط الاساس فكان الارض هي اساس لهذه السماء. طيب قال الله تعالى في ايه اخرى: قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها الرواسي اللي هي الجبال وبارك فيها رواسي اللي هي الجبال حتى ترسو حتى تستقر لانه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارض اخذ التميد تطرب تتزلزل تتحرك تهتز لسه محتاجه تثبت فثبتها الله تعالى بان جعل عليها هذه الجبال والجبال اوتاده اوتاده وتد أوتادا جمع وتد الوتد الذي يثبت اركان الخيمه فكذلك ايضا الجبال نحن نرى هذا الجزء الشاهق لكن في باطن الارض ادي الوتد لانه اغلب الوتد بينزل في باطن الارض يجي العلماء يكتشفوا بعد ذلك أن التعبير القراني ما كانش ينفع يجي تعبير غيره وانه والجبال اوتادا ان الوتد بينزل ويغوص ويثبت ويربط فيه من اعلى الله ده الجبال ما هيش فقط الجزء اللي هو فوق سطح الأرض ده في العمق في باطن الأرض على مسافة واسعة وعلى مساحة وعلى عمق جزء أكبر مما يبدو لنا فنشوف المسألة دي اللي هي تبدو في هذه العلوم الكونية علماء الجيولوجيا يكتشفوا كل يوم من الأيام يخرج لنا بالأشياء الجديدة والاكتشافات اللي تؤيد صدق القرآن الكريم طيب قل أئنكم أه لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا آلهة بتعبدوهم مع ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها في الأرض وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام هو قال الأول يومين خلق الأرض وبعدين الحاجات اللي عليها اللي هم هيبقوا ما بين السماء والأرض أدي أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان استوى إلى السماء جعل الله تعالى خلق السماء وهي دخان اللي هو مخلوقة من بخار الماء الماء اشتد في الأرض ثم نتج عنه بخار اللي هو الدخان ده فخلق الله تعالى منه هذه السماء السماء سميت سماء لأنها تسمو لأنها تعلو فلما على هذا الدخان سماه الله تعالى سماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا اتينا طائعين اللهم انا نطيعك كما اطاعتك السماوات والارض فتقبل منا طاعتك نكمل بعد الفاصل في خلق السماوات والارض السلام عليكم ورحمة الله عدنا بعد الفاصل وقد رأينا قبله أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم من بعد ذلك خلق ما جعل فيها المقادير وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ثم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات هناك فريق من العلماء يرى أن الله سبحانه وتعالى خلق السماء أولا ثم خلق الأرض طيب جبتوا الكلام لمنين قال لي والله ربنا بيقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها، الخطاب موجه للناس، ربنا بيقول لنا هو أنت خلقكم أصعب ولا السماء؟ هو أنت البنيان عندك أقوى ولا السماء؟ أأنتم أشد خلقًا أم السماء؟ بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فقال لي والأرض بعد ذلك دحاها يبقى ربنا خلق السماوات وبعدين خلق الأرض، فقلنا له طيب، أولًا الخلق بنص الآيتين اللي احنا ذكرناهم قل أئنكم آه لتكفرون لحد ما ربنا قال ثم استوى إلى السماء وغيرها الله سبحانه وتعالى نص على أنه خلق الأرض أولا ثم السماء أمال الكلمة دحاها والأرض بعد ذلك دحاها قال لي الدحي مش معناها الخلق ده الدحي ده اللي ربنا فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم يبقى كأنه المعنى أنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الله تعالى هذه الارض بانه اخرج منها الماء، جعل العيون وجعل الانهار وجعل وجعل ثم فجر الله تعالى منها الماء وجعل فجر منها واخرج منها هذا المرعى والعشب وذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذا في الارض، يبقى دحي الارض جاء بعد خلق السماء. طيب احنا لازم نبقى عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض وخلق هذا الكون من أجل هذا الإنسان من أجل أن يعمره هذا الإنسان يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيهيأ لك وبيجهز لك المكان اللي هتوجد فيه وبيجهز لك الـ 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 الماء اللي إنت هتشرب منه شفت ربنا سبحانه وتعالى أعد لك إيه وانت لسه في عالم الغيب لسه ربنا سبحانه وتعالى الحد اللي احنا بنتكلم فيه ده خلقش سيدنا ادم عليه السلام الله طب احنا بنتكلم عن الكلام ده ليه ما دخلناش ليه في قصة آدم عليه السلام مباشرة لأنه لازم نعرف الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله وحيا منظورا احنا ربنا سبحانه وتعالى أرسل لنا الأنبياء النبي مؤيد بالمعجزة من عند الله طيب ومؤيد بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى الوحي اللي هو الكتاب المسطور النبي صلى الله عليه وسلم قالنا ومعاه القرآن الكريم الوحي الرباني طيب مش بس القران اللي هو الوحي المسطور المكتوب انما الوحي المنظور اللي هو الكون اللي من حوالين فلا بد ان نرجع الى هذا حتى نستدل به على وحدانيه الله وحتى نطيع به هؤلاء الانبياء تعال شوف ترتيب القران معايا تلاقي الترتيب اللي في المصحف تلاقي سوره الفاتحه اللي هي المقدمه اللي بتلخص القران الكريم وبعدين يبدا تبدا سوره البقره فيبدا النسق القراني يتكلم اولا عن الحروف المقطعه ادي القران الكريم بنفس الحروف اللي انتم بتتكلموا بيها وبعدين القران ده هدى للمتقين ايه صفات المتقين وايتين صفات الكافرين و13 ايه صفات المنافقين ويحذر القران الكريم منهم لان دول اللي هيحاولوا يضربوا الصف ويحاولوا يشقوا المجتمع فالقران الكريم يحذر منهم فيجيب ايات اكتر اربع او خمس ايات في صفات المؤمنين ايتين عن الكافرين 13 ايه عن المنافقين وبعدين يقول لنا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الامر بعباده الله وطيب اعبدوا ربكم ليه الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ويستعرض لنا ايات خلق الله الذي جعل لكم الارض فراشا فيقول لنا يكلمنا عن الخلق وبعدين يتحدى بالقران وبعدين تمر الايات يوم جاي واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه فاحنا ماشيين مع النسق القراني بيحذر من الالحاد ويحذر من المنافقين ويحذر من الكفر ويقول لنا خدوا بالكم اعبدوا الله سبحانه وتعالى ايه الدليل هذا الكون فلازم تبصوا في الكون الاول وبعدين يقول لك تعالى بقى خلق الانسان كان ازاي والصراع مع الشيطان جه ازاي ده الترتيب اللي ربنا سبحانه وتعالى ارتضاه ليكون في القران الكريم عندنا الارض والسماوات كم كم ارض وكم سماء فنيجي لايه الله الذي خلق سبع سماوات يبقى عدد السماوات سبعه بنص القران الكريم ومن الارض مثلهن يبقى عدد الاراضين كمان سبعه بنص القران الكريم يبقى القران نص على انه عندنا سبع سماوات وسبع اراضين يجوا العلماء يتسالوا هو السبع اراضين متلاصقه ولا في بينها فواصل يعني كلهم طبقات ورا بعضها ولا في بينهم فاصل؟ خلاف بين العلماء. طب مين اللي يحكم في الكلام ده؟ نرجع بقى لعلماء الكون الله. يعني مش هنرجع بس لعلماء الشريعه ما احنا ما عندناش نص يفصل في المسألة. إنما الله سبحانه وتعالى جعل هذا الأمر قال لنا لازم تؤمنوا بأنه سبع أراضين. فقلنا له حاضر يا رب سمعنا وأطعنا. فييجوا العلماء كل يوم بقى يكتشفوا طبقات ويكتشفوا أمور اه ده شغلهم هم. لأنه ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بده. ان هم يظهروا قدره الله سبحانه وتعالى لخلقه حتى يؤمنوا بالله عز وجل نشوف كمان يقول لي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا بقى انت مش عرفت ان ربنا خلق السماوات والارض اه اوعى تظلم واوعى تاخد ارض مش بتاعتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من اغتصب شبرا من ارض واحد ياخد شبر من ارض او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوق به من سبع اراضين واحد يحط ايده كده على ارض وياخدها ظلم وعدوان يتخانق مع حد ويجور ويدخل كده في ارض وياخد منه متر ولا اتنين متر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا طوق به من سبع ارض لو خدت شبر بس من هذه الارض ليست ملكا لك وجيت على حق جارك وخدتها منه يقول لي طوق به يعني ايه طوق به من سبع اراضين الجزء ده الشبر ده لحد سبع اراضين كل الجزء ده تأتي يوم القيامة وأنت تحمله على ظهرك في أثناء الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى. أول ما الناس يوم القيامة بعد البعث يشوفوا فلان ده شايل جزء من الأرض يعرفوا أن فلان ده كان حرامي أراضي في الدنيا وأنه أخذ شيئا لا يحل له. أيها الإخوة الكرام ونحن في هذه الأيام المباركة وصيتنا في ختام هذه الحلقة من كانت له مظلمة انسان ظلم او من كانت عليه مظلمه لاخيه اد هذه المظلمه ورد الحقوق لاصحابها حتى يقبل الله تعالى منك طاعتك اني داع فامنوا اللهم انا نسألك بانك انت الله الحي القيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا سميعا، يا بصيرا، يا عليما بحالنا، اللهم انا نسألك ان تغفر لنا ذنوبنا، اللهم انا نسألك ان تسد عنا، اللهم لا تجعل لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا منحرفا عن طريق الحق الا تبت عليه وقبلته. اللهم أصلح فساد قلوبنا وأصلح ذات بيننا وألف اللهم بيننا إنك سميع قريب مجيب الدعاء وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله